لا تقوس ذكرى المولد النبوي الشريف ركن خاص بذاكرتنا، خلينا نحكي عن الاستعدادات لاستقبال ذكرى المولد النبوي الشريف. نحن هي جيتنا من السوق جايبين ملبس وجايبين هيك زينة مشان نزين البيت ونعمل ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله ينعاد على جميع الأمة الإسلامية بالخير. وأكيد كل جارة هيك بتستفقد جيرانها بشي، يعني مثلا أكلت لنا اليوم أكيد بيضة مثلا ذكرى، وأكيد حنعمل رز بحليب. المولد النبوي ما في مثله، يعني تجي الشهر كله بيجي موالد ايام حلوه كثير كثير يعني، والله بالعالم عم بتزين بتلاقيه وعم يزينوا شيء. لنا يومين يعني عم نستعد مشان هي الذكرى والله، وهيك يعني نجتمع مع بعض اخواتني واولادنا، يعني بنقعد هيك يعني بنقرا شويه ذكر الله، نطبخ لنا اكله ظريفه يعني رز بحليب ومبيضه. يعني فكره هي بتكون يعني الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم واعداد الموائد والسهرات، يعني كله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالموالد، ولو كانت بسيطة وعلى الشعب السوري يعني طالع من حرب، لكن أغلب المواطنين وأغلب الناس وأنا منهم يعني بنعمل احتفالات كل سنة. الناس كلها بتحتفل بهالشهر بكامله وبيعمل خير إن شاء الله على هالبلد. الحمد لله بدنا يزينوا وجيب لهم لباس ونقرا مولد بإذن الله إن شاء الله. إحنا دائما بشهر المولد على طول عنا تجهيزات من الملبس، ملبس الدمشقي، الغبرة والقشرة واللوزة الإسبانية، فعلى طول عنا تجهيزات بهالشهر المولد الكريم. استعداداتنا إلى بتبدأ قبل أسبوع، يعني أكثر شيء طلب عليه هو الملبس، وهذا من طقوسنا الشامية هون إنه نعمل احتفال بالعيد، بنوزع صرر الملبس الكبير والصغير، بينبسط بينسروا. أكيد نحتفل وهي أحلى فرحة، هذا عيدنا والله هيك إلهي إن شاء الله كل سنة وانتم سالمين والشام تضل سالمة إن شاء الله. نشتري هالملبس، نشعل هالشموع، وذكرى مولد النبوي أحلى ذكرى. هلأ نازلين نشتري ملبس، اشترينا زينة، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. عيد المولد النبوي الشريف هو مناسبة كتير حلوة للمسلمين، الله يعيده علينا وعليكم بالصحة والعافية وتكون سوريا بخير وأمان. منجيب الزينة، منطبخ أبيض، بيقولوا مشان تجي سنة حلوة علينا. قامت حفلات موالد بالبيوت وحضور جلسات الصلاة على النبي بالجوامع وذكر الصلاة على النبي بالبيوت. نحن دائما كونه هون بالسوق بنتعود قبل 4-5 أيام لأحلى نهاية شهر المولد، ممكن تكون زينة، ممكن تكون أناشيد نبوية، ممكن نعمل ضيافة هي ملبس وسكاكر، هي الطقوس اللي بتكون أقرب شيء.